إنشاء الواجبات. كيفية إنشاء الواجبات في نظام إدارة التعلم Blackboard. يمكنك إنشاء واجب لأي مقرر على نظام إدارة التعلم عن طريق الخطوات التالية. قم باختيار إحدى المقررات التي تقوم بتدريسها من قائمة المقررات في الصفحة الرئيسية. ستظهر صفحة المقرر، ومن ثم يتم اختيار المحتوى من محتويات قائمة المقرر الرئيسية يمين الشاشة. عند فتح الصفحة الخاصة بالمحتوى، يتم الضغط على أيقونة التقييمات لتظهر القائمة المنسدلة لها، ومن ثم نقوم باختيار أيقونة الواجب لتظهر صفحة إنشاء الواجب المقسمة إلى 5 أجزاء. أولاً، منطقة إرشادات الواجب والتي يكتب بها اسم الواجب وإرشادات عامة عنه. ثانياً، منطقة ملفات الواجب، ومن خلالها يمكنك رفع ملف الواجب المراد حله من قبل الطلاب من جهاز الحاسوب الخاص بك. ثالثاً، منطقة تاريخ الاستحقاق، يحدد بها موعد تقديم الطلاب للواجب، ومن يقدمه بعد هذا الوقت يعد متأخراً. رابعاً، منطقة التقديرات، والتي من خلالها تقوم بتحديد درجة هذا الواجب. خامساً، منطقة الإتاحة، ومن خلالها يتم اختيار المدة التي يتاح من خلالها الواجب للطلاب، ومن ثم يختفي بعد انقضاء هذه المدة من خلال تحديد وقت وتاريخ الظهور من العرض بعد، وتحديد وقت وتاريخ الاختفاء من العرض حتى. كما يمكنك اختيار تتبع عدد مرات عرض الواجب من قبل الطلاب. وأسفل الشاشة يمكنك إرسال الواجب لنشره أو إلغاء كل ما قمت به في هذه الصفحة وحذفه تماماً.